رضوان جان تاع 28 سنة، عندي ماستر في بيولوجيا، نحب الصيادة، جو سوي ان باسيوني دو لا بيش. هي كيفاش بديت الصيادة؟ كنت صغير، كان في عمري واحد 8 سنين 9 سنين هكذا، كنت نروح مع عمي، نروحوا 7 8 لي كوزان كاع يروحوا يعوموا، بصح غير انا نحكم خيط هكذا، نسرق له، هو عمي كان يصيد، نسرق له خيط امسون هكذايا، ندخل للماء حتى يلحق لي الماء لهنايا ونبدا نصيد بالخبز. ما نعومش كاع، يعني من بكري عندي هذيك لا باسيون تاع لو بواسون هذاك، وكل ما يعجبني الحوت يعجبني لا كولور تاعو، يعني نحب نسيي نعاود نتلقو، شغل عندي هذيك لا باسيون تاع عجبتني الحوته هذه ما نديهاش معايا، ما نديرهاش في قرعه، لا نعاود نطلقها باش غدوه من غدوه كي نجي نصيد لازم نعاود نطيح فيها. على باس كنت حاب فيتيرينار، ومن بعد شفت بلي يعني الدومين تاع فيتيرينار محدود هنا في الجزائر، يعني راح تخدم في لي فارم باركيتو، دونك سي بور سا يعني احتكيت بالدومين تاع لا بيولوجي. صافي 4 سنين ملي تخرجت، بصح كي كنت ايتيديون كنت نحس بلي كاين ان مونك دو براتيك، اذا يجيبونا ان كوباي نقراو عليه ولا راح نديروا لا ديسيكسيون، ماناش راح نتغمقوا في لا ديسيكسيون، يعني كلي هذاك لانيمال فتحناه ومن بعد هاتيك نرميوه ما استفدناش منه. اون باراليل يعني راحتي لقيتها بزاف في الصياده هذه. انا كي بديت ما بديتش تقنيه سبينينغ، لو سبينينغ بالعربيه سي الرمي والجر، حب يقول عندنا طعم اصطناعي عنده لا فورم تاع السمكه، هذيك السمكه نرميوها ونجيبوها باش نعطوا لها شغل الحياه. السمك الاصطناعي هذاك راح ياتيري لو بواسون بريداتور برك، راح يطاكي عليه غير السمك اللي ياكل السمك. انا كنت نقول وعلاش نستنى انا السمكه حتى هي تجي باش تاكل، علاش ماشي انا اللي نسي كيفاش نجيبها عندي بحركات بانيماسيون باش لو بواسون هذاك ما يزيتيش ياتاكي ديريكتور. كيفاش انت تسي تخرج لو بواسون اون بون سونتي، ما تجرحوش في لي روشي، كاين اون دوز دادرينالين راح تزيد في الكور تاعك، ايفي سبور ايفي كارديو، دونك سي بور سا نحبها الصياده هذه، ماشي صياده تاع فنيانين يعني راح تقعد برك تسنى، لازم نحترموا هذا الحيوان. سي بور سا كاين واحد القاعده نسميوه لو نونكيل، كي نصيدوا ان بواسون ويكون صغير لازم علينا نعاودوا نتلقوها باش دير لا روبرودكسيون ديالها، كي يكون ان بواسون ادولت تماك نقدروا نديو، مي بصح يعني تكون اون كونتيتي معتبره، ما ندوش كاع واش نصيدوا، ندو غير حبيبات برك بوغ لا فامي، الناس اللي نحبوهم ولا نهدوهم. انا عندي ان اوبجيكتيف لو ماركاج تاع لي بواسون، لازم نوزنوه، نكيلو له الطول تاعو ونحطوه في ان فيفي وفيه الاكسجين، نخليوه يريح ان سارتان مومون، نحكمو ان بيستولي دو ماركاج، هذا لو بيستولي هذا واسمو بيستولي دو ماركاج سباغيتي، نحكمو لو بواسون نماركيوه ونعاودو نتلقوه يروح اون بون سونتي. غدوه من غدوه نعاود نطيح في هذا الانيمال ولا ان اوتر بيشور يعاود يطيح في هذا لو ميم بريداتور هذايا، نكومباريو بين المره الاولى والمره الدوزيام باش نحميو هاد لو بواسون، لازم نقراو عليه، ما نقدروش نحميو عليه بالهضره برك. هذا واش قدرت ندير اوتون كو ايتود، بالك يقدر يستفاد بها واحد اخر او يدير ايتود فان دو ريشيرش ولا ان ستاج ولا. نوري للناس عبر انستغرام كيفاش نصيدو ولازم نعاودو نتلقو دي بواسون، قالوا لي حنا زواليه ما ناكلوش دائما السمك، وانت يا راك تعاود تطلق السمك تاعك، وفهمتهم ما لازمش تكون اون باسيون اللي تهلك الثروه السمكيه. ان جان ابوني بعث لي فيديو نهايتك نهايتك ريت لحال، شاف ان مارسوان يعني كان بليسي هذاك لو مارسوان وخرجوا البحر للشط، جاو دراري صغار هكذا حبوا يتصوروه بداو يتجبدوه هيتو، قال لي يعني كي شتك باسيوني ولحقت لنا لو ميساج دخل روح ونحالها لهم من يدهم هذاك لو بواسون هذاك وعاود تلقوا. كاين ناس يصيدوا هاد لو مارسوان يقطعوا له دي ناجواغ، ناجواغ وحده برك بدراهم هنا كاباب تسوى 2 ملايين 2.5 ملايين، باسكو علاش؟ لي شينوا عندهم ان سيغتان كرويونس سوا ديزون هاد لو مارسوان هذا، هذوك لي ناجوار ينشفوهم ويكسروهم زعما الدواء طبيعي. ميساج صغير من صياد بسيط راح يسي يبدل حاجه صغيره في الفيتور، اون دوا دي ستوب على كريوتي اللي راهي صاريه في لا ميديتيراني، حنا اللي علينا نعلمو وتكون النتيجه ان شاء الله.